دكتور محمود ابراهيم سالم، مدرس جراحه القلب، كليه الطب جامعه بورسعيد. والله متوقع اشوف نيو ابديتس يعني. فبالنسبه للسيشنز بتاعت الجراحه، انا متعود في كارديو اليكس اشوف حاجه جديده او حاجه عليها ديبيت بنوصل فيها القرار مع بعض، او كومبليكيشن معينه بتحصل في عمليه ان احنا بنتفق عليها اتفاق جذري، بحيث ان الواحد ما يبقاش في مجال للتجارب في اثناء المراحل العلاجيه مع المرضى او العمليات او ما شابه ذلك. كنت حابه اسال حضرتك يا دكتور، ايه النصايح اللي تديها لمريض القلب المفتوح؟ المريض القلب المفتوح مش معنى ان هو عمل عمليه القلب المفتوح انتهت المشكله بتاعته، وده في معظم المرضى، الا في المرضى مثلا اللي عمل ثقب او عمل حاجه بسيطه. لكن اللي غير صمام لازم يتبع التعليمات بتاعه سيوله الدم مثلا. طبعا بعد العمليه مباشره لازم يحافظ على الجرح ويتبع الانشطات بشكل حاد عشان ما يحصلش اي تلوث، خصوصا مرضى السكر، المرضى اللي عندها امراض مزمنه زي الروماتويد او حاجات كده، دول بيبقى لهم حاجات سبيشال زياده. علاجات السيوله لازم يمشي عليها مدى الحياه، او سواء عمل صمام او عمل شرايين، هياخد ماريفان او هياخد اسبرين او بلافيكس او وريفر. ما يسيبش الكارديولوجي بتاعه، مش مجرد العمليه انتهت والجروح قفلت، ممكن يكون دور الجراح انتهى معاه، فبيرجع للكارديولوجي على الاقل اتليست وانس اور توايس بير يير، مره او مرتين في السنه، يشوف القلب ايه اخباره، هل جد جديد في كومبليكيشن، عشان لو في مضاعفات هتبتدي تحصل نقدر نتحكم فيها من قبل ما تسبب له مشكله كبيره. بس ماشي،